السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا، صباحكم روح وريحان ومغفرة من الرحمن، قولوا أمين. مرة كنت قاعد مع صديق، قال لي أكثر الأوقات ما أبتسم قدام الناس لسبب، أو خلنا نقول لأسباب، أنهم ما يمكن يعتقدون أني أبتسم لمصلحة، أو يمكن يعتقدون أني أبتسم أني أبي شيء منهم أو خبث مني، فليش هذا كله ما أبتسم؟ أمر سامي خلاص. انا ضحك، قال لي صدق ليش تضحك؟ قلت له شوف، من قوانين الابتسامة والسعادة والإيجابية في الحياة انك ما تسعى او انك ما بتبتسم لإرضاء الناس، ابتسم لوجه الله سبحانه وتعالى، ابتسم لإرضاء نفسك، ابتسم لإيجاد السعادة في نفسك والفرحة فيها. لا تنتظر إرضاء الآخرين، لا تنتظر منهم التصفيق، لا تنتظر منهم أن يثنون عليك ويعجبون في أسلوبك. الكثير منا لا يعمل إلا بعد ما يثنون عليه، وإذا ما أثنوا عليه ولا شكروه في العمل الذي قام فيه يعيش الإحباط، ما يشتغل، خلاص يتحول 180 درجة. ليش؟ لأن والله ما شكروني في العمل المعين، الآخرين ما شكروني في أني أنجز في كذا كذا، ما أثنوا علي. فهو واضع الناس كلها في حسابات حياته الشخصية. يا أخي لماذا نضع حياتنا الشخصية رهن مزاج الآخرين؟ لماذا نتنازل عن مبادئنا، عن هواياتنا، عن أشياء حلوة فينا بسبب أنها ما عجبت الآخرين أو ما عجبت فلان؟ دعوا الناس جانبا، فإن أعطيتم فأعطوه لوجه الله، وإن ابتسمتم فلوجه الله، وإن فعلتم ففعلوه أيضا لوجه الله ثم لأنفسكم. نجاحك يخصك، وشغفك يخصك، واستمتاعك بالحياة أيضا يخصك. واستمتع في الحياة.